فخامة رئيس الجمهورية يأمر بإطلاق سراح الأطفال والنساء المرضعات أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها اليوم إلى السجن العام بأمس ليلة بالدائرة الأولى بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان. أعضاء اللجنة الإدارية للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ يجتمعون بفندق هيلتون بهدف وضع خطط واستراتيجيات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامي إلى التوجه نحو الزراعة والثروة الحيوانية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الشديدة. قام اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة مفاجئة للسجن العام بحي أم سنينة بالدائرة الأولى بهدف الوقوف على أحوال النزلاء والسجن نفسه. وبعد جولته داخل السجن، فقد أعطى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أوامر بإطلاق سراح الأطفال والنساء المرضعات. الزيارة كانت بحضور وزير العدل البروفيسور أحمد محمد حسن بجانب القضاة الحبيب حامد محمد. زيارة كانت مفاجئة، ولكنها حملت في معانيها بوادر إنسانية كبيرة وعظيمة من الطراز الأول في سجن أم سنينة المركزي المعروف باسم ميزون داري. قام بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر. زيارة لم يتوقعها الأطفال والأمهات المرضعات والأبرياء وذوي الأحكام الخفيفة بأنها تحمل لهم بشرى سارة، وهي الحرية المطلقة، لأنهم ليسوا نزلاء أو سجناء بعد اليوم. فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ومنذ الوهلة الأولى كان برنامجه السياسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية لأي مواطن تشادي حتى ولو كان نزيلا في السجن. هو الأمر الذي جعله يقوم صباح اليوم بزيارة مفاجئة للنزلاء سجن أم سنينة المركزي. فخامته تفقد أحوال السجناء بشكل عام واستمع إلى قضاياهم ومشاكلهم والأسباب التي جاءت بهم إلى هذا المكان. كما قام فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة عنبر الأطفال القُصّر واستمع إلى مشاكلهم، وفورا أمر بإطلاق سراحهم وقال: مكانكم ليس هنا لأنكم قُصّر، مكانكم في المدرسة والعيش بسلام مع أهلكم وذويكم لأنكم قد تسهمون في بناء تشاد، وهذا ما جعل الأطفال يهتفون وببهجة الحرية، لأن هنا تحققت العدالة الاجتماعية كما تمناها فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وبعدها قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة مطعم النزلاء وتعرف إلى نوعية الغذاء المقدم لهم. كما قام بزيارة عنابر النساء وعنابر المرضعات والأمهات السجينات. وتوقف فخامته أيضا في عدد من الآبار الارتوازية داخل السجن وأمر بتنظيفها وتنظيف المجاري والحمامات. وقام فخامته أيضا بزيارة إلى مستشفى السجن وتعرف أيضا إلى العقبات التي تواجه المركز الصحي، الدواء، الأسرة وغيرها وغرف العمليات الجراحية. وقام فخامته أيضا بزيارة مسجد السجن وكنيسة السجن، وهناك قدم فخامته للنزلاء كلمة ضافية كانت بمثابة رسالة إنسانية قدمها للنزلاء، واستمع خلال كلمته إلى مشكلة كل نزيل في السجن وخاصة الموظفين منهم والجنود. وبحضور وزير العدل حامل الأخطام البروفيسور حسن محمد حسن ومدير السجن والكاتب العام للسجن، قال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو: يجب أن تصحح الأخطاء فورا وبسرعة، لأن هناك أشخاص مشاكلهم لم تتطلب كل هذا التأخير. ووجه فخامته رسالة إنسانية واضحة تحمل كل معاني الرفق والمحبة، وقال: السجن بعض الأحيان مدرسة وتصحيح الأخطاء، ولكل بشر يخطئ يدفع ثمن غلطته، لأننا نتعلم أخطاءنا في السجن ويجب أن نصحيحها ونكون مفيدين للوطن وللمجتمع. وداخل الكنيسة أيضا استمع إلى بعض النزلاء وأمر بتخفيف العقوبات، وأمر أيضا بإطلاق سراح ذوي القضايا الخفيفة والتي لم تستحق كل هذه المشاكل. وقبيل مخاضرته السجن توقف فخامته أيضا في مركز تأهيل النزلاء والذي يحوي داخله ورشة لتعليم الميكانيكا والخياطة وغيرها من المهن والحرف اليدوية، وأمر أيضا مدير السجن بتأهيل النزلاء بكل فئاتهم وتعليمهم أي مهنة تنفعهم في حياتهم الخاصة والعامة ويكونون مفيدين للمجتمع، لأن السجن هو تأهيل الذات، وطالما تأهلت الذات يجب أن تتأهل العقول أيضا.
وبهذا قدر موقف فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سجن أم سنان المركزي، تاركا وراءه كل التباشير والآمال التي طالما انتظرها النزلاء طويلا، لأنها بالفعل كانت رحمة وإنسانية من قلب كبير يحمل في نبضاته معاناة الشعب التشادي في كل مكان.